لماذا يرتدي القراصنة عصابة العين السوداء؟ أو ليه القراصنة بيلبسوا رقعة سوداء على أعينهم؟ أهلا بيكم في قناة حقائق ومعلومات. لو أول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تدوس لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. هل تساءلت يوما لماذا يرتدي القراصنة عصابات العين السوداء؟ قد تعتقد أنهم يرتدونها دون سبب وجيه، أو أنها عادة بين القراصنة، أو أنها علامة عليهم، لكن هذا ليس السبب الحقيقي. لطالما اشتهر القراصنة بارتداء رقعة العين الجلدية السوداء، وخاصة قبطان السفينة، وهو ما يتصدر المشهد في أشهر الأفلام مثل الكابتن جاك سوبارو، وحتى في الرسوم المتحركة. ومن هنا كان السؤال الأكثر شيوعاً، لماذا يرتدي القراصنة رقعة العين الجلدية؟ هل لأنهم فقدوها من قبل؟ ولكن هذا ليس السبب الحقيقي أيضاً. اختلف القيل والقال حول السبب الحقيقي لارتداء القرصان هذه الجلد السوداء. يعتقد البعض أن هذا كان رمزا للشر، وأنه نتيجة أفعال إجرامية للقراصنة، أو أن عينيه قد اقتلعت فهو يسافر في البحار ويبحث عن الكنوز ويظهر الهموم طوال الوقت. ولكن السبب الآخر الأكثر منطقية والمبني على أساس علمي، وهو أنه يساعد على الرؤية بشكل أوضح في الليل، خاصة مع ظاهرة العمى الليلي التي تحدث بعد تعرض العين لكمية كبيرة من الضوء، ومن ثم قلة الضوء، والتي قد تستمر لمدة تصل إلى 25 دقيقة بحسب ما قال جيم تشيدي المتخصص في معهد الرؤية. لذا فإن هذه الظاهرة هي حماية العين المغطاة من تأثير ضوء الشمس، بحيث تكون جاهزة للانتقال من الضوء الساطع إلى الظلام فجأة دون أن تتأثر العين بهذا التحول المفاجئ. عندما تكون في مكان مشمس وتنتقل إلى مكان مظلم فجأة، لا تستطيع الرؤية بوضوح، وهذا بسبب تضييق حدقة العين في الأماكن المشمسة لتتكيف العين مع الضوء، والعين المغطاة تكون هي الأكثر قدرة على الرؤية في الظلام. والسبب الحقيقي هو يرتدي القراصنة عصابة العين السوداء لسبب وجيه، فالشمس قوية جدا على سطح المحيط، وبالتالي يصعب تحويل أعينهم من الشمس إلى داخل السفينة بسهولة، لذلك يراقبون الظلام بالعصابة الجلدية السوداء ويخلعوها داخل السفينة. ويواجه القراصنة الكثير من الأخطار، فتخيلوا أن هناك هجوما على السفينة ولا يرى ما بداخلها. حقيقة أن العيون تستغرق وقتا أطول للتكيف مع الضوء المنخفض مقارنة بالضوء العالي، وهذا يحدث فرقا في مواقف القتال، خاصة في المعارك التي تتطلب التنقل بين مناطق الضوء ومناطق الظلام النسبي. القراصنة عندما يصعدون على متن السفينة يأخذون سطح السفينة، ثم يضطرون للذهاب إلى الحجر المظلم للسفينة لإنهاء المعركة. ستصبح المعركة صعبة مع العمل المؤقت للعيون، حيث سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتكيف أعينهم مع الظلام حتى يتمكنوا من رؤية مهاجميهم، أي أن الهدف من استخدامه هو ضمان الرؤية في كلا الحالتين، النور والظلام. في الفيديو ده أنا قلت لماذا يرتدي القراصنة عصابة العين السوداء. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. سلام، واشوفكم في فيديو جديد.